اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات البودكاست. بقالنا فترة ما عملناش حلقات، يمكن شهور عدت من غير ما ننزل اي حلقة من حلقات البودكاست، لكن دي هتكون محاولة ان احنا نبدأ نرجع تاني تدريجيا، حتى ولو كان يعني فيديو في الاسبوع او فيديوهين في الشهر او حاجة، افضل من انه يكون مفيش خالص. فهنبدأ ايه مشاعر الشخص اللي في بالك ليك في الوقت الحالي؟ لو انت اول مرة تسمع النوع ده من الحلقات، هو بيبقى زي دمرات روحانية بنشوف الطاقة بتاعتك والشخص اللي انت بتسأل عنه، وبناء على اللي بيظهر علينا بنبدأ ان احنا ندخل في القراءة، بتكون معمقة تفصيلية، ولو هي منطبقة عليك بتكون كأنها قراءة خاصة بيك. اهلا بيكو، وفكروا في الشخص واسيب لكم مجموعة من حروف اسمه، الحرف الاول او التاني او الاخير من اسمه، هتلاقوهم موجودين في صندوق الوصف باليوتيوب تحت الشاشة. كمان لو حابين تقدروا ترجعوا للفيديوهات السابقة في قائمة البودكاست، الطاقة الزمنية ليها مفتوحة فتقدروا انكم تشوفوها باي وقت. شوف طاقتكم عشان تعرفوا اذا كانت القراءة دي في الوقت الحالي مناسب ليك انك تسمعها. وانتوا خايفين من الارتباط او خايفين من الزواج، لانه في الطاقة اللي هنا دي انتوا بتفكروا كتير قوي في موضوع شاغل بالكو، ممكن بيسبب ليكوا الشعور بالأرق أو بالقلق من وقت للتاني. ممكن خايفين من الدخول في علاقة، خايفين من الزواج، خايفين من ان انتوا تكونوا في بيت مع شخص، أو بتحبوا حالة الحب لكن ممكن مش قادرين تبقوا واثقين بالدرجة الكافية من نفسكم ماذا بعد الحالة أو المشاعر العالية دي. يعني بتقولوا الخطوبة حلوة، طب الزواج هيبقى حلو ولا لأ؟ ممكن طاقيا انتوا بتتغيروا من جواكم الفترة دي، وانا هنا هقول لكم راقبوا المشاعر بتاعتكم. ممكن تكونوا لو انتوا شغالين على نفسكم قوي مثلا الفترة اللي فاتت على طاقاتك الروحانية، وبرضو لو ناس منكم ممكن تكونوا شغالين على نفسكم من خلال شيء ديني او باستخدام الدين او عن طريق الدين او حاجة زي كده، فممكن التفسير ان انت الفترة دي بيتم محاولة الهجوم عليك، او بيتم محاولة انك تتشد مرة تانية. ممكن تكون بتعالج نفسك من ادمان مثلا، او من عادة مش كويسة، او من حاجة انت كنت متعود تقوم بيها بس كانت بتؤذيك، ففي طريقك للتشافي بتظهر قدامك مغريات تانية كمحاولة انها تشدك او ترجعك عن الطريق المستقيم او الطريق الايجابي او الصحي اللي انت ماشي عليه. الايجابي هنا ان انتوا اشخاص قادرين تشوفوا النور كويس قوي، قادرين تعرفوا الطريق، قادرين حتى تلمسوا جواكوا مواهبكم او امكانياتكم الروحانية. يعني انتم مش ناس بتتجاهل صوت الحدس، انت لو في رسالة جاية لك انت بتقدر تلمس الرسالة دي وبتقدر ان انت تستمع اليها بشكل كويس جدا، وهتكونوا محبوبين على الاكتر في عالم الارواح المختلفة، ومحبوبين لمختلف البشر. يعني انتم من الناس، الاطفال بتحبكوا، الحيوانات بتحبكوا، البشر بيحبوكوا، في نوع من ان انت زي مسلط عليك الضوء، فالناس بتحب تروح للضوء بتاعك ده. ودايما بديكوا المثال بتاع انه لو الدنيا ظلمة وما فيش غير شمعة واحدة منورة، فالناس هتبقى عايزة تروح في الطريق اللي فيه الشمعة ده علشان يستشعروا بالدفء ويستشعروا بطاقة النور ايضا. فانتوا عاملين زي كده. هنا في حد منكم هيكون مشهور قوي، ويمكن تكون مشهور جدا جدا بس الناس ما تعرفكش. ممكن تكون كاتب والناس عارفة اسمك بس ما تعرفش شكلك. ممكن تكون مخرج وبتعمل افضل شيء في الدنيا او افلام قوية او عالمية والناس تعرف الاسم بس ما تعرفش الشخصية بتاعتك. ممكن ملحن ولحنت اغاني عالمية او حاجة زي كده والناس ما تعرفش غير اسمك فقط. ففي منكم ناس زي كده، ان انت عندك شهرة لكن الشهرة بتاعتك زي الاسم معروف لكن الشكل مش معروف. عارفين سيا كده في فترة معينة كان الناس عارفة صوتها لكن ما تعرفش شكلها.
برضو خدوا بالكم ان انتم من الناس اللي هتكونوا ناس كتيرة بيتمنوا يكونوا زيكم، ناس كتيرة حتى بيتمنوا يكون عندهم اللي عندكم او يقدروا يوصلوا للي انتم واصلين ليه. حتى لو انتوا اشخاص روحانيين على فكرة، ممكن الناس تكون بتتمنى انها توصل للمواهب او القدرات الروحانية اللي عندكم او يبقوا زيكم، يعني حتى من اقرب الناس ليكوا انتوا متشافين قوي لدرجة انه الكل عاوز يبقى شبهك، او الناس بتسأل انت ازاي ونعمل ايه عشان نكون زيك. يعني انت زي منارة، ممكن واحدة هنا فيكوا تكون اسمك مثلا منار. طيب ايه مش الشعر الشخص اللي انتوا حطيتوا النية عليه؟ وناخد كده كروت الاول عن طاقة الشخص ده. هو لأغلبكم هنا العلاقة والتواصل هنا ممكن تكون مقطوعة لكنها تتوصل تاني، يعني ممكن مفيش تواصل لكن هيبقى فيه تواصل والله أعلى وأعلم. هنا الشخص ده بيتواصل أصلا معاك بالروح، ممكن يكون توأم روحكو، ممكن يكون شخص ليه دور في اللي انت بتمر بيه دلوقتي، ليه دور في التغيير اللي انت بتمر بيه. وهنا في احتمالية ان القراءة دي لحد تكون خرجت شوية عن النطاق المعقول، يعني فان انت وهو من عوالم مختلفة. اوكي، ففي ناس هنا ممكن تكونوا حطيتوا النية على شخص مش بالظبط يعني بشري 100%، وهنا انتوا هتبقوا عارفين حاجة زي دي. ولكن هنكمل بقى على الطبيعي، يعني او الجزء الطبيعي اللي ممكن يتم تقبله. هو ان الشخص ده بيتواصل معاك بالروح، وفي حد هنا عادات بسيطة قوي لكنها موجودة، ان العلاقة دي بينك وبين الشخص ده هي ثلاثية من ناحيته هو او رباعية، فبالتالي في اطراف من ناحيتكو انتوا الاتنين. الشخص ده ممكن يكون استفزك بشكل او باخر علشان ما يتكلمش او عشان يبتعد او يعني بيختبر شيء الله اعلم، بس ممكن يكون تعمد ان هو يقول كلام مش كويس او قال كلام استفزك، فانت مثلا عملت له بلوك او قلت له لا خلاص انا مش عاوز اتكلم معك تاني او مش عاوز اتواصل معك تاني. ايه المشاعر الحقيقية اللي الشخص ده حاسسها تجاهكم في الوقت الحالي؟ الشخص ده بيحبكوا قوي على فكرة، بيحبكوا جدا جدا جدا، وحاسس ان هو عاوز يقدم ليكوا حاجة، حاسس بالحب وبالحنين ليكوا. ممكن الشخص ده يكون انتوا اول تجربة حب في حياته وما قالكوش حاجة زي كده، يعني ممكن يكون محبش خالص في حياته قبل كده، بس يعني معاكوا بدأت مشاعره تتحرك، بدأ يتنطق، بدأ يقول كلام، بقى عنده استعداد انه يقدم شيء او يفعل حاجة. بيحس ان لو في علاقة بيتمناها، لو في مشاعر معينة او قصة معينة نفسه ان هو يعيشها، فهتكون انت القصة دي. زي امنية كانت عند الشخص ده لكن الامنية دي فضلت مدفونة او فضلت خفية لفترة من الزمن، بعدين ان الاوان انها تصعد او ان الاوان انها تبين او الشخص ده يبدأ يلمسها. انتوا الأمنية اللي تأجلت وبدأت مؤخرا انها تظهر في حياته. اوكي، كمان بيحس ان انتوا توأم روحه قوي، او ان انتوا قريبين جدا لروحه، قادرين تلمسوا الشخص ده، قادرين ان انتوا تلمسوا الروح بتاعته من جوه. يعني هو هنا جالي احساس برضو ان ممكن يكون في منكم ناس في فرق في السن قوي، بتاع 20 سنة مثلا، او في فرق بينك وبين الشخص ده، يا اما ان انت بتتعامل مع حد حياته ناشفه. وانا بقول في الغالب ان الناس اللي حياتها ناشفه الناس اللي مثلا في الجيش في الشرطه، الناس اللي يعني الحياه بتاعتهم العمليه مضطرين ان هم يبقى عندهم نوع من القسوه او من الحديه نوعا ما، او صعب يتعامل مع المشاعر، يعني بيضطر ان هو يحط المشاعر بتاعته على جنب. فكأن انت بتتعامل مع شخص هو من بره صخره بس من جوه بفتيه، فانت زي لمست الشخص ده من جواه ولمستوه ببراءه او لمستوه كده بطيبه،
او انتوا جايز احجامكم صغيرة او اصغر من يعني بكتير مثلا من الشخص ده، او فيكو براء او فيكو طفولة عالية قوي، لان دي حاجة الشخص ده لمسها فيكو، بيحس انه عايز يقدم لكم حاجة. في منكم ناس بتحب الشوكولا تحديدا، يعني جايز عايز يهديكو بشيء زي كده. منكم ناس هتكون عيد ميلاد كل شهر ده، فكل سنة وانتوا طيبين. خليني هقول لكم الابراج برضو. وفي منكم ناس عيد ميلادها عدى والشخص ده ما قالكوش كل سنة وانتوا طيبين. هي العلاقة دي في جوهرها بعض الأمور الروحانية، ممكن تكون لو انت مثلا وصل لكم رسائل قبل كده عن الشخص ده او عن العلاقة دي، او ان الشخص ده في يوم من الايام هتكونوا مع بعض، فممكن تكون بتتعرضوا لاختبارات كتيرة قوي ليها علاقة بان انت بتفقد الامل تماما. يعني مثلا ممكن، دايما بقول لكم ممكن يكون جالك رؤية صادقة او حاجة زي كده، ومن خلالها عرفت ان انت هتتزوج او ترتبط من الشخص ده، فتبقى الامور ما بينكم تمام، بعدين يحصل حاجة تخليك تقول لا مفيش الكلام ده، بعدين ترجع الأمور تاني كويسة، بعدين يحصل موقف أو أشياء تقولك تخليك تنسى أو تخليك ترفع تماما يدك إن ممكن يكون في حاجة بينك وبين الشخص ده. فتقريبا انتوا عديتوا بمرحلة الاختبارات دي خلاص، أو بقي لكم آخر اختبار. للأشخاص اللي بالفعل عندهم من احساسك انت بقى، من حدسك انت الشخصي القوي قوي، ان مثلا انت هتتزوج من الشخص ده، او من دعوة انت مثلا دعيتها وحسيت انه استجيبت ليك او حاجة، او زي ما قلت لكم برضو جايز رؤية صادقة. فالناس اللي عندها اوريدي الاشارة المسبقة بمصير العلاقة دي او العلاقة دي رايحة لفين، فاما ان انتوا خلاص عديتوا الاختبارات في المرحلة بتاعت النتيجة، او فضل لكم فقط اخر اختبار. الشخص ده بيبقى شغوف جدا جدا بيكو، وهو من الاشخاص اللي بيبقى عندهم، وشغفه اللي هنا مش النوع الشغف الجسدي ان هو عاوز رغبة جسدية، لا، موجود انجذاب جسدي، لكن لا تظهر طاقة ان الشخص ده يرغب علاقة جسدية او كده. ده شخص جد، وده شخص عنده التزام قوي قوي، يعني هي علاقة واحدة، يعني علاقة واحدة، ما عندوش مبدأ الخيانة او مبدأ الغدر مثلا، او مبدأ ان هو يبقى معاك وبيتلاعب بيك. دي حاجة مش في قاموس الشخص ده، او مش في القيم، او مش في المبادئ اللي عنده. وحتى لو فرضا انه زي ما قلت لكم هنا جايز يكون في طرف ثالث من ناحيته هو، فمعناها انك عارف، وعارف الطرف الثالث ده مصير العلاقة بينه وبين الشخص اللي انت حطيت نيتك عليه ايه. يعني هل هم مكملين مع بعض، ولا هل دي علاقة مؤقتة، ولا هل دي علاقة مثلا ستنتهي بعد فترة من الزمن سواء كانت طويلة او قصيرة. على الاغلب الامور هتبقى واضحة او هتوضح ليك قوي في حالة ان الشخص ده وصل لي الشعور او اليقين بانه حابب يكمل فعلا معاك، وان التواصل الروحي اللي بينك وبينه والاحساس بالروح ده يفضل ان يكون في شراكة بتجمع ما بينكم. للبعض منكم ممكن برضو ان العلاقة دي تكون علاقة فيها كتير قوي من تصفية بعض الكارمات او الدروس الكارمية، سواء بقى من الماضي، من علاقة انت كنت فيها في الماضي، او حتى من الباست لايف. لو في حد هنا مكتئب، حاول تحاولوا تخرجوا من الاكتئاب، اخرجوا للشمس وللطبيعة، جربوا تطولوا شعركو، ممكن لو انتي شعرك قصير تطولي او تلبسوا ويج طويلة. معرفش الرسالة دي لمين ولا ايه غرض منها دلوقتي، بس جايز واحدة مثلا بتفكر تقص شعرها فالرسالة انه لا ما تعمليش ده دلوقتي. في طرق وفي حاجات ممكن تعالجي، يعني مش بتكلم عن طرق الفرد والحاجات اللي بيضحكوا بيها عليكوا دي، بتكلم عن ممكن كريمات او يعني مستحضرات، او حتى بأورد. اوكي طيب، انا تقريبا حد بيتصل عليا والموبايل سايلنت. هاخد، كنت بس عايزه اخد لكم رساله، في بدور على الكروت بتاع الرومانس مش لاقياها. أم
هو الفكرة أنه ممكن ناس كتير قوي فعلا تكون دخلت على القراءة دي، ففي اختلاف شوية في الطاقات. عامة هو في تباعد شوية ما بينكم وبين شخص ما، ممكن يكون ده بس أنا مش حاساها بده. ولو العلاقة دي التباعد فيها طول، يبقى معناها أن القصة دي مش بتاعتك، أو أن الشخص ده يعني مش دور على غيره، من الآخر شوف حد تاني. انتوا هنا هيجي لكم شهر عسل، وهتكونوا في علاقة past life برضو، انتوا كنتوا عارفين بعض قبل كده. وممكن هقول لكم حاجة برضو، ممكن تفسير ده انه لو حصل تباعد او انفصال مثلا بينك وبينه، ولما قلت لكم ان جايز لحد فيكم برضو في تفسير تاني للقراءة، انه ممكن تكون كارما او كده، او علاقة كارمية، او جاية علشان تعلمك حاجة، أو جاي عشان تجهزك لمرحلة أعلى، أو جاي علشان تغير وجهة نظرك، أو تجهزك للشخص اللي بعده، أو تشاور لك على حاجات في نفسك، أو تخليك مثلا لو أنت ماشي في طريق ومفكر أن ده الطريق الصح، ممكن جاي عشان تغير الطريق أو المسار بتاعك. في كل الأحوال هي دي من العلاقات اللي هتكون ممتنة لتواجدها في حياتك أو أنك مريت بيها، سواء انتهت بترسيم وبارتباط او زواج او صداقة او ايا كان الشكل اللي انتوا عايزينه، او انتهت بان كل واحد فيكم يمضي في طريقه. هي مش علاقة عبثية نوعا ما، ليها بعد وليها عمق روحاني. الابراج اللي معاكم الطاقات المائية والحوت والقوس والدلو والدلو، سرطان سرطان تاني، الجوزاء والدلو والحوت، وطاقة الابراج الهوائية الجوزاء وطاقة روبية والأسد. دي الأبراج اللي ظهرت معنا في القراءة. شكرا لكل الأشخاص اللي كانوا معنا النهاردة في البودكاست، وأشوفكم إن شاء الله على خير ببودكاست جديد. مش عارفة ممكن يكون إمتى، لكن يعني هحاول على قد ما أقدر إن شاء الله إنه من وقت للتاني أفتكر إن أنا أنزل حاجة على القناة هنا. وشكرا لكل الأشخاص المشتركين. لو حابين انا عندي قناة اساسية اسمها ميمي تاروت، تقدروا انكم تشتركوا فيها او تكونوا معانا فيها لو انتم حابين قراءات مطولة او تفصيلية، او اختار كارت تحديدا. شكرا لكم، والى اللقاء ان شاء الله بفيديوهات تانية. سايونارا.